شهادات للبيع، شهادات في هندسة الطيران يحملها أصحابها في تظاهرة صامتة بعد أن بذلوا لأجلها عصارة السنين مقابل وصف لا يستحقونه، عاطلون عن العمل. هذا حالهم وهم في أحوج الظروف لتقدير جهودهم. فهذه فاطمة، إحدى الخريجين، والدة لطفلين مصابين بضمور في الدماغ، تخرجت من جامعة الفرات الأوسط في النجف من قسم هندسة الطيران، لكنها اليوم تتخلى عن شهادتها احتجاجا على التهميش. نظمنا هذه الوقفة احتجاجا على الظلم والتهميش لقسمنا، قسمنا كلش نادر بعراقي، يعني ماكو اختصاصات، اختصاصنا كلش نادر. وكان قالوا لنا من دخلنا هذا القسم معدلات عالية، قالوا اكو تعيين بالقطاع الخاص او القطاع العام. انا بالنسبة لي محتاجة كلش لتعيين، انا عندي 2 اطفال عندهم ضمور بالدماغ ومحتاجة يعني تكاليف علاجهم كلش غالية. زين انا طلع اسمي تعييني عقد سنة 2019 بوزارة النقل، بس بسبب ظروفي، بسبب ظروف او ظروف اطفالي ووضعهم، ما قدرت اروح عن البغداد. ورا فترة رحت لقيت اسمي ماخذي، أطالب وزير النقل ينظر بقضيتنا وقضية هاي الشباب كلها. لا تتجاوز أعداد مهندسي الطيران في النجف 300 مهندس. يقول المتظاهرون إن اختصاصات أخرى ومنها إنسانية شغلت مواقعهم في مطارات العراق وشركات الطيران بسبب المحسوبية والعمالة الأجنبية. الواسطة والمحسوبية طاغية على كل شركات القطاع الخاص، شركات النقل، وثانيا العمالة الأجنبية طاغية كذلك على كل القطاعات الخاص، كفرصة إن أبدا ما حصلنا مكان بها. أكو هواية يعني ما محصلين شهادة سادس ابتدائي وهم متعينين بالمطار، وإحنا مهندسين وماخذين شهادات ومعدلات عالية وإحنا قاعدين بالبيت، حالي حال ربة البيت آني ليش؟ عددنا ما تتجاوز 300 خريج من جامعة الفرات الأوسط، اختصاص هندسة تقنيات الطيران وهندسة إلكترونيات الطيران بشكل عام. ويتأمل هؤلاء الشباب وغيرهم من باقي الشرائح المهمشة بحكومة السودان خيرا، والنظر بمطالبهم وتشغيلهم لتطوير مهاراتهم في القطاعين الخاص والعام. من النجف، حسام الكعبي، UTV.